تزامنا مع تشييع جثمان الشهيدة المسعفة رزان النجار في غزة، انطلقت جنازة رمزية للشهيدة في ساحة المهد ببيت لحمة، وشارك في الجنازة مسعفو الإغاثة الطبية الفلسطينية، وعبروا عن غضبهم تجاه سياسة الاحتلال باستهداف الأطقم الطبية في الميدان، الأمر المحرم في القوانين والأعراف الدولية. احنا راح نواصل احنا رسالة رزان ومسيرتنا تجاه شعبنا، وراح نقدم الاسعاف وانقاذ حياة المصابين مهما قتلوا منا ومهما اعدموا منا ومهما اعتقلوا، راح نظل نكمل مسيرتنا في الميدان وننقذ حياة اي انسان، اللي هي رسالة الاسمى في اي عالم، اللي هي انقاذ حياة الانسان. جنازة رمزية عشان نوصل الصوت ونفرجيهم انه احنا يعني مهما عملتوا فينا ومهما سويتوا فينا احنا رايحين نضل مستمرين، وبدنا نضل كاغاثة طبية وكهلال احمر كمان، احنا رايحين نضل نسعف لاخر دم في حياتنا، لاخر قطر الدم في جسمنا ان شاء الله. وانا من المتطوعات اكبر سنا يمكن في مجموعه بيت لحم، بفدي روحي لاي كان من اي ظروف. وكانت النجار قد استشهدت امس برصاص قناص في الصدر قبيل الافطار خلال اداء عملها باسعاف جرحى في مخيمات العوده على حدود غزه. أدعو من خلالكم إلى إنهاء الانقسام ورفع الإصرار عن غزة فورا وقبل كل شيء. غزان هي نموذج لكل الشهداء الذين ارتقوا، هي لم تكن وحيدة ولن تكون الأخيرة. هي وقفة جاءت تحديدا لاغتيال المسعفة رزان ابنة الإغاثة الطبية الفلسطينية، وهي جاءت كوقفة تضامنية مع كل أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر الذي يحاول الاحتلال أن يحوله إلى جزيرة من الظلم والاضطهاد والعوز. اليوم نقف هنا لنقول بأن روح رزان الآن تحلق في جميع أنحاء العالم لتخبرهم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ولتعري هذا العالم وتقول له بأنك عالم كذاب غير أمين على ما تدعيه من ديمقراطية وقيم وعدالة وإنسانية. وباستشهاد الشهيدة نجار يرتفع عدد شهداء مسيرات العودة الكبرى والتي انطلقت في 30 مارس إلى 123 شهيداً. في جنازة رمزية لرزان النجار تعبر بيت لحم عن اقتسامها الألم مع غزة التي قدمت الشهيدة تلو الآخر لحفظ ماء وجه الأمة. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الكار، بيت لحم، فلسطين المحتلة.